الفرق بين كلمة الاثنين بألف وصل والاثنين بهمزة قطع. الاثنين بألف الوصل أو همزة وصل لأنها من الأسماء العشرة، وأشهرها ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم الله وأيم الله وإست وإسم. أما الهمزة في كلمة الاثنين فهمزة قطع لأنها علم على دالة على يوم من أيام الأسبوع وليست من الأسماء العشرة. مثال: قرأت الكتابين الاثنين. كلمة الاثنين تكتب ألف وصل وتعرب نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنها ملحق بالمثنى، فإذا هي تدل على العدد وليس اليوم. أما في قولنا سافر أخي يوم الاثنين فهنا تكتب همزة قطع لأنها دلت على يوم من أيام الأسبوع وهو يوم الاثنين، وتعرب الاثنين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. وهذا الفرق بين الاثنين بالهمزة والاثنين بدون الهمزة. الاثنين بدون الهمزة ألف وصل لأنها تدل على عدد، أما الاثنين بهمزة قطع فهي تدل على علم وهو يوم من أيام الأسبوع. إعراب كلمة بناء: تأتي في نحو قولك بناء على ما ذكر، وتعرب بناء مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أبني منصوب بالفتحة الظاهرة. وقد تأتي في قولك نفذت هذا الأمر بناء على وصيتك، يعرب بناء مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة. إعراب توا: تأتي في نحو قولك ذهب الطالب إلى مدرسته توا، أي دون إبطاء، وتعرب توا حال من الطالب منصوبة بالفتحة الظاهرة، وصاحب الحال هنا هو الفاعل وهو كلمة الطالب، ويجوز إعرابها ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة. فروق نحوية: الفرق بين لام التعليل ولام الجحود ولام الأمر. لام التعليل تتصل بالفعل المضارع وتنصبه ويكون قبلها سبباً وعلا لما بعدها، نحو قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعرب كلمة ليغفر: اللام حرف تعليل ونصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. لام الجحود تتصل بالفعل المضارع وتنصبه، ولا بد أن يسبقها ما كان أو لم يكن، أي تكون مسبوقة بكون منفي، نحو قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فنعرب ليعذبهم اللام لام الجحود مضارع مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب، يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اسم الجلالة، هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. لام الأمر تتصل بالفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه إلى ما يشبه الأمر، وهي لام مكسورة وتكون ساكنة إذا سبقت الواو أو الفاء، نحو قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هنا ليعفوا اللام لام الأمر مبنية على الكسر لا محل لها من الإعراب، يعفوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وليصفحوا كذلك نفس إعراب ليعفو. الفرق بين لام التعليل ولام الأمر: لام التعليل حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ينصب الفعل المضارع بعد لام التعليل بأن المضمرة، مثل اجتهد لتنجح،
لتنجح اللام لام التعليل حرف مبني على الكسر لما حله من الاعراب، تنجح فعل مضارع منصوب بلام التعليل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، اللام لام التعليل يتوب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصب حذف النون، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أما لام الأمر فهي لام أو حرف أمر وجزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والفعل المضارع بعدها مجزوم. مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. ومثل لتدعو إلى الخير، تدعو اللام لام الأمر وجزم مبنية على الكسر لا محل لام الإعراب، تدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حسب حرف العلة.